هو بيقول لك انا مالي انت مين مالك انت مين مالك صحيح يا غلبان لا مش يا حاجة لو ابنك مش هقول لك كده يا حاج الموظف هيعمل له ايه؟ كان هو استقال ولا ما استقالش، موجود ولا مش موجود، الطالب هيعمل له ايه؟ والموظف هيعمل له ايه؟ انت بتتكلم في الموظف. الموظف ده ايه دوره؟ لازم انت تحسبها. انت لما تضغط عليه وتقف وتوقف له حاله وما تخلوش يروح ولا يخليه يقعد ولا عيان ما تخلوش يخرج بره العياده، ممكن يموت جوه. وانت بتطالب بتقول زمايلنا بيموتوا، الناس دي مالها؟ ما دي امك برضه. ذنبها ايه؟ ما تروحش تدور على مين المسؤول، تدور على مين اللي عمل ومين اللي سابه.